بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا في عروض وتخفيضات بقى فين في بيوتي سيكريتس. في تخفيضات زي ما انتم شايفين اهو من 30 ل 90% على الشامبو والشاور جل والمرطبات وكله البخور والشموع بتبدا من 5 ريال ان شاء الله. تعالوا كده نشوف. ده فرع المنار مول. يا جماعه ما تنسوش اللايك عشان الفيديو يترفع، عشان بضعف في التصوير جدا. الله يكرمكم ويجازيكم خير يا رب، يعطيكم خيرية الدنيا والاخره. نشوف الجوله بقى يا رب تعجبكم. الشموع دي على كام؟ 26 ريال. الشموع على 26 ريال، نازله من 70 ريال يا جماعه، نازله من 8 ريال. في 70 ريال، في اللي هي 69، وفي هنا ايه بيقول هنا 89,000. شموع التري ده يا جماعة برضو ده بكام؟ ب9 ريال و60 هللة. ده معطر بقى ايه بتاع منزل، معطر منزل في كل الروايح والنكهات عندكم. معطر منزل ب9 ريال. شايفين هنا الحاجات اهي اللي عليها تخفيض كلها اهي ب16 ريال. برضو حاجات مرطبات للجسم وحاجات بقى داخل فيها زبدة الشيا والحاجات دي، حاجاتهم جميلة الصراحة. عندهم برضو ده هنا كريم لليد مرطب برضو ب16 ريال. منار مول يا جماعه الدائري اللي هو بعد سوق الخضار، وتلاقوا في العاليه مول وفي كذا مول. هنا في حاجات هنا اهي ب5 ريال اهي ان شاء الله، زي الايه زي شاور جيل اهو. شاور جيل 5 ريال، عندهم شاور جيل ب5 ريال اهو. حاجات استحمام. في عندهم كمان شامبو ب17 ريال، كان ب59 ريال بقى ب17 ريال، لا تخفض 9%، كم 70%. وعندهم كمان زبدة اللي هي الزبدة اللي زبدة الجسم اللي هي مرطب للجسم، يعني زبدة فيها زبدة شيا وكده، بكام؟ ب14 ريال. في هنا برضو في هنا عندهم ايه كريم مرطب جسم برضو ب17 ريال. في ده ايه شاور جل ب11 ريال. هنا في بقى ده عندهم مرطب لليد برضو كان ب8.5 ريال عليه 50%. مرطب لليد 5 ريال ونص. عندهم بقى سبراي للجسم وحاجات زي كده 8 ريال و9 ريال، حاجات جميلة. عندهم كمان فرشة زي كده ب9 ريال اهي، 9 ريال الفرشة دي ب9 ريال. سيليكون بقى لغسيل الجسم، هي فرشة مش لشعر، لا لغسيل الجسم بقى والكعب الرجل والحاجات دي، جميلة بتفتح المسام حلوة جدا وتعيد الدورة الدموية للجسم. عندهم بقى حاجات زي كده ب9 ريال برضه، كانت ب30 ريال، واللي هي ايه معطر برضه للأساس. برضه هنا حاجات اللي هي الايه بودي سبري برضه، بودي سبري ب27. وفي برضه هنا على ده للشعر، معطر للشعر، برفان الشعر ب62، نزل من 80 ريال. وفي هنا برضه بادي سبري برضه زي ب27. الفرق كله في ده ايه ده بادي برضه هان، لا معطر برضه الجسم مرطب بالتوت البلدي، التوت البلدي. في عندهم بالعنب، وفي بقى باللي هو بالافوكادو وحاجات جميله جدا. ده برضو هاند كريم ب17 ريال. عندهم بقى اللوفه دي الصابونه دي معاها لوفه اللي هي دي بتتمدد وجميله جدا، اللوفه دي بتتمدد وحلوه. هنا بودي سبراي، لا بودي اويل، زيت للجسم ب13 ريال، زيت للجسم ب13. صور جيل ده كله بقى على 11 ريال اهو، نازل من 39 ريال. ده شاور جيل، والشامبو بتاعي ب16 ريال، الشامبو بتاعي ب16 ريال. كل حاجة بقى بالنكهات والتوت البلدي والعنب والحاجات دي. في شاور جيل تاني ب9 ريال، في على 9 ريال، نازل من 30 ريال. في عندكم كمان هنا زبدة الجسم، الجسم دي مرطبة للجسم اهي ب14 ريال، بزبدة الشيا برضه ب14 ريال، 14 ريال. برضه هنا معطر الاساس والمنزل ب9 ريال و60 ريال. عندهم هنا بقى بخور وشموع عطرية اهي ب17 ريال، 17 ريال.
في مجموعات زي كده 49 مثلا 99 49 مجموعات عطور بقى وحاجات زي كده اهي عشان تشم منها وتشوفي بقى اللي يعجبك. وهنا في ب 74 ريال برضو زي البخور ده عليه خصم كام؟ عليه خصم 50%. عندهم برضو هنا عطور نازله من 169 اهي نازله ل 53. مش عطور ده دي هنا برضو عندهم بقى العطور دي اللي هي البادي سبراي كل حاجات يعني بقى مع اختلاف الاسعار ماركات معينة روايح معينة مش عارفة بالتوت بالعنب بالايه حاجات زي كده. هنا برضو مجموعة عطور اهي العروض بتاعتها زي كده. انا هوقف لكم الشاشة عليها شوية كده الكاميرا وانتوا تشوفوا. في عندهم زي كده برضو اهي ده ايه ده اللي هو ايه بيستمر طويلا ريحته بتطول شوية معطر للجسم برضو من 240 نازل ل 46 ريال من 240 ل 46 ريال ما شاء الله. يا رب تحطوا لايك بقى اللي يعجبوا الفيديو يحطوا لايك عشان يترفع بالعالي. منار مول يا جماعه الدائري اللي هو بعد سوق الخضار وتلاقوا في العاليه مول وفي كذا مول. هنا في حاجات هنا اهي ب5 ريال اهي ان شاء الله زي الايه زي شاور جيل اهو شاور جيل 5 ريال عندهم شاور جيل ب5 ريال اهو محتاجات استحمام. في عندهم كمان شامبو ب17 ريال كان ب59 ريال بقى ب17 ريال لا تخفي 9% كم 70%. وعندهم كمان زبدة اللي هي الزبدة اللي زبدة الجسم اللي هي مرطب للجسم يعني زبدة فيها زبدة شيا وكده بكام ب14 ريال. في هنا برضو في هنا عندهم ايه كريم مرطب جسم برضو ب17 ريال. في ده ايه شاور جيل ب11 ريال. هنا في بقى ده يا جماعة ما تنسوش اللايك عشان الفيديو يترفع عشان بضع في التسويق جدا. الله يكرمكم ويجازيكم بخير يا رب ويعطيكم خيرية الدنيا والآخرة. نشوف الجولة بقى يا رب تعجبكم.